ما زالت الأفراح مستمرة داخل القلعة الحمراء، ومعانا حفنة من الأخبار عن النادي الأهلي، وعلى رأسها طبعا مسؤولو النادي الأهلي يعقدون جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وده هيكون عقب عودته من سويسرا حيث يقضي أجازته هناك خلال توقف الدوري، وذلك لمعرفة رأيه في بعض الأمور الفنية التي تخص الفريق وفي مقدمتها مصير بعض اللاعبين وأبرزهم طاهر محمد طاهر جناح الفريق. خليني أقول لكم أنه طبعا مسؤولو النادي الأهلي يرغبون في اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير طاهر محمد طاهر في ظل خروجه من الحسابات الفنية للمدرب السويسري طوال الفترة الماضية، ويرغب مسؤولو النادي الأهلي في الاستفادة من طاهر محمد طاهر في الصفقات التبادلية التي ينوي المارد الأحمر إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وطبعا زي ما احنا عارفين النادي الأهلي دايما بيحب يرتب أوراقه. تاني خبر معانا بقى عن النجم عمرو السوليه، وخبر سعيد واقتراب عمرو السوليه لاعب وسط النادي الاهلي من الانتظام في تدريبات فريقه الجماعيه، وذلك بعد طبعا اقتراب انهائه للبرنامج التاهيلي الذي خضع له خلال الفتره الماضيه بعدما تعرض للاصابه طبعا زي ما احنا عارفين بشد في العضله الضمه، حيث خاض اللاعب المرحله الاخيره من التاهيل والتي كانت عباره عن الجري حول الملعب. عمرو السوليه غاب عن المشاركه مع النادي الأهلي في مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي، وذلك طبعا بسبب شد في العضلة الضمة زي ما قلنا لكم وعدم الجاهزية الفنية للمشاركة في المباريات. النجم عمرو السوليه هيجري فحص طبي مع طبعا ضروره عودته للتدريبات من جديد، وذلك لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعيه ومدى تماثل عضلته الضمه للشفاء التام من عدمه. ومستمرين معاكم واخبار نادي الاهلي، ونقلا عن الاعلامي احمد شوبير الذي اكد ان النادي الاهلي تمسك بتوقيع عقوبه ماديه على الجنوب افريقي بيرسي تاو صانع العاب الفريق على الرغم من فرحه التتويج الافريقي، وذلك بسبب اعتراض اللاعب بشكل مبالغ فيه اثناء عمليه استبداله خلال المباراه النهائيه والتي كانت طبعا امام الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدف نظيف وتتويجه باللقب رقم 12 في تاريخه. قال شوبير عبر إذاعة أون سبورت اف ام أن النادي الأهلي رغم الفوز بالبطولة وحالة السعادة والفرح إلا أنه الأهلي تمسك بالإعلان عن توقيع عقوبة على بيرسي تاو بسبب اعتراضه أثناء تبديله خلال المباراة. وأضاف كابتن أحمد شوبير أن هذا هو قيمة النادي الأهلي، وقال أنه النادي الأهلي يعرف طريقه بشكل جيد ورغم فوز الفريق إلا أن هناك نظام وتوقيع العقوبة على لاعب مهم مثل بيرسي تاو يظهر مدى احترام الأهلي لمبادئه وقواعده وقوانينه. واخر خبر معانا واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فاركو في اللقاء المؤجل من الجوله 11 لمسابقه الدوري المصري، والمقرر اقامتها ان شاء الله يوم الجمعه الموافق 14 يونيو المقبل. خلينا افكركم طبعا ان النادي الاهلي توج ببطوله ابطال افريقيا مساء السبت الماضي على حساب الترجي التونسي بعد الفوز عليه بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والعوده. دي طبعا يعني كانت اخبارنا عن المارد الاحمر وجميع اخبارنا من داخل القلعه الحمراء. خليكم معانا وتغطيتنا مستمره طول الوقت وطول اليوم عن اخبار الرياضه المصريه.